السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في ثاني فيديو على القناة ديالي. هاد لا فيديو غنحاول نشارك معكم فيها شنو كنوجد على حساب البيبي ديالي، فيكو انا دابا في الشهور الاخيرة ان شاء الله قربت نولد. الصراحة هو مازال انا ما خديتش كلشي، ولكن غنحاول نشارك معكم شنو خديت دابا على اساس ان شاء الله فاش نقرب ولا نجمع لا فاليز نهائية غادي نعاود نشارك معكم فيديو جديد شنو غناخد ليا وشنو غناخد للبيبي ديالي. اول حاجه غادي نشاركها معكم هو الباك ديال الفاط. اول حاجه فيه هو هاد الفيطه الصغيره كما كتشوفوا ديال القطن الرطيط، خديت في هاد لا كولور، ما بغيتش ناخذ لا كولور، ما بغيتش ناخذ الغوز، خديت هاد الابيض فيه هاد الغوز هكذا زوين. فيه هاد الكيس هكذا حتى هو فوطه صغيور ديال الصابون، ما عرفتش واش غيحتاجوه في الصراحه ولا لا، المهم انا خديته غنديه معايا. فيه هاد الرياقه حتى هي فوطه، واخر حاجه فيه هو الفوطه الصغيره فهنا فين كيكون راس ديال البيبي هكذا كتجي على شكل سلاحه. ثاني حاجه خديت هي هاد المخده. هاد المخده في الصراحه ما بغيتش ناخذ مخده عاديه ونعمرها باللاوات، قررت ناخذ هاد المخده حيت فيها هاد لو تخو هنايا كيزكر راس ديال البيبي على حسب العمق ديالو، ما يبقاش يتمايل يكون راسو زاكي. هادي خديتها ب 99 درهم من مرجع. تالت حاجة هو هاد لو باك هذا اللي فيه هنايا جوج مشيطات، فيه مقيس وفيه مقص ديال الأطفال ديال شيكو، تا هو خديتو ب 99 درهم. وبالنسبة لي برودوي فأنا قررت ناخد هاد لي برودوي ديال ميستيلا، بصراحة كنسمع بزاف كيهضر عليهم وكيشكروهم الناس بزاف، داكشي علاش قررت ناخذهم من الاولين نبدا بهم نجربهم. مازال ما خديتش كلشي داكشي اللي خاصني فيهم، غنشارك معكم هادشي اللي خديت هو الاول. اول حاجه هي هاد لو شامبوان دو، هاد الصابونه ديال ميستيلا حتى هي، كاين هاد لو جيل نيتوايون، ديلانجيت ميستيلا، واخر حاجه هي هاد لو رافريشيسون. هاد لو رافريشيسون صراحه سمعت عليه بزاف زوين، حيت كاين البارفان ديال ميستيلا ولكن من الاحسن انه تستعملوا هذا هو الاول، هو كيبقى احسن من البارفان، هو حتى البارفان زوين ولكن هذا كيبقى احسن وريحته زوينه، هو ما ديروش على البيبي ديريكتوم، هو كيبقى زوين في ريحه الحوايج ديالو. بالنسبه للحوايج من كيابي خديت هادو، الثمن ديالهم 135 درهم. نوريكم كيفاش دايرين، هادو بصراحة زوينين. باش زوينين هو حيت فيهم هاد الطرطاقات هنايا، فيهم هاد الطرطاقات هنا على حساب فاش كتبغي داوي البوط، ديرو معكم السبيطار تبغي تبدلي ليه داوي ليه البوط ديالو كيجيو ساهلين، سورتو انا غنولد في الصيف دونك غيكون ساهل بحال هكدا، كتحلي ليك كداوي البوط وكتسدي كيجي ساهل. هادو فيهم ربعة، فيهم هاد لي كولوغ لي كتشوفو، هاد لاكولوغ كاين البيض، كاين غوز بيبي، وكاين البيض فيه هاد لافلوغ بحال هكدا. هادو خديتهم من كيابي. بالنسبة للباك لي وريتكم قبل ديال ميستيلا فأنا خديتو بخمسمية درهم كامل، خديتو مع الساك ديالو، هو هذا الصاك ديالو وفيه هاد الفراش
فاش كتبدل ليه حتى هو ديال المجتمع. خديتهم من واحد المحل في درب السلطان, يعني كيبيع هادشي ديال لي بيبي حبيبات لي برودوي كلشي هادشي اللي كيبيعو. خديت هادو عاوتاني من كيا بينيت. بالنسبه لهاد هاد الاولين اللي وريتكم اللي فيهم الطرطقات ديال البوب, فهادو خديتهم ديال زيرو. انا هادو خديتهم ديال 3 مو على حساب حيت قال لي ما تبقايش تاخدي ديال زيرو حيت دغيا كيفوتوهم تبارك الله الدراري الصغار السيمانه الاولى السيمانه الثانيه كيفوتوهم. هادو خديتهم غير عاديين كيتلبسوا تحت الحوايج. بصراحه انا خديت غير ديال نسكم حيت انا غنولد في الصيف دونك ما كاينش علاش غناخد ديال لكم. اما بالنسبه لي غيولدوا في البرد يقدروا ياخذوا ديال لكم. اما هادو كيتلبسوا تحت الحوايج. هنا كاين 1 2 3 4 5 فيها 5 ديال ديال لي بياس. الثمن ديالهم 95 درهم. حتى هما خديتهم من كيابي. خديت واحد لي بياس تا هما هادو بصراحه خديتهم غير بوحديتهم, يعني ماشي اونصومبل كل حاجه بوحديتها. غير عجبوني لقيتهم وخديتهم. كاين هذا من كيابي نيت. هذا بصراحه مابقيت عاقل على الثمن ديالو ما فيهمش لي بري 3 مو. هذا الثمن ديالو كيدير 65 درهم. كاين هذا الثمن ديالو 25 درهم. وهذا الثمن ديالو حتى هو 25 درهم. جو بونس كانوا في الصولد فاش خديتهم. انا خديتهم في الصولد من كيابي لقيتهم عجبوني وخديتهم. كاينه هاد البيسه هادي 100% كوتون. هو من الاحسن حوايج الدراري الصغار يكونوا كاملين 100% قطن. صراحه بحال هاد البيسات مازال باغا نزيد منهم واحد جوج ولا ثلاثه. خديت هادو من ليفتيس رياكات. من الاحسن يكونوا هاد الطرطقات ديالهم القدام حيت مبغيتش ناخد اللي كيكونوا الطرطقات اللور حيت كيخصك كيبقى يعذبوك. كما قلت لكم فمن الاحسن يكونوا هاد الطرطقات القدام باش ما تعذبي لا انتي لا البيبي ديالك. خصك تبداي تقلبي فيه باش تعدي ليه رياكات اللون ولا تبداي ديري لهم طرطقات فهكذا احسن. كما قلت لكم فيهم 3 كولور, فيهم الغوز الكري و لو بلون فيه غريدات. خديتهم من ليفتيز. البري كما قلت لكم هو 59 درهم باي اس. و خديت من الفا 55 هاد ثلاثه ديال التقشرات. هادو حتى هما 100% قطن. خديتهم ب 10 دراهم الواحد في 3 كولور ابيض غوز بيبي و غوز فوشيا. و نهار عرفني باباها بلي حامله ببنيه ومشى خدا ليها واحد البيجامه غادي نوريها لكم. واخا ما كنظنش انها نفعني في الاول حيت فيه برشي شويه وديال البرد. خدا بعدا هذا جو بونس ديال 3 à 6 موا فلوروز كوم. او هاد البيجامه كنت معاهم فاش خداهم مغوش ما عرفتوش بصراحه شحال خداهم. هاد حتى هي 3 à 6 موا و سيرينجا. هذا الشيء كان اخر حاجه بالنسبه للحوايج. بالنسبه للزهر خديت هذا غادي غنديه معايا للسبيطار. هذه المخده ديالو فيها هكذا البونتيل من الجناب وفيها هذا لو ديتاي من هنايا فيه هذه الوريضه فيها
هكا سيتي، ما بغيتش ناخذ حاجه بلديه، ما بغيتش ناخذ حاجه روميه بزاف. يعني كتفرشي الباب ديالك فاش كيجي بوحدك، اجا عندك شي حد ولا شي حاجه. و خديت هاد المنطه، واخا يعني انا في الصيف وكاين ضروري منطقة تحتاجيها ضروري الا كنتي غتخرجي لبابي ولا على حسب البرد، ما عرفتيش الجو كيفاش غادي يكون داير. بالنسبه للزرف انا ما عقلتش بشحال غادي تشوف الصراحه، ما بين 200 و 250 درهم. اوف بالنسبه للرضاضع فانا مازال ما خديتش الرضاضع، خديت هذه الماء خديتها مع فاش خديت داك لو باكنيت ديال نوستيلا. انا بصراحه ما كرهتش الرضاضع طبيعي، الا كان فيه الحليب ما كرهتش، سينو ديك الساعه عاد غادي نشوف واش غادي ناخذ الحليب وغادي ناخذ معاه الرضاضع. واخر حاجه هي هذا الفانيلا اللي خديت، خمسة ديال البياس. كاين هاد البانيو بحال هكا كي يجي ليه هكا ملي كتحطي البيبي الا بغيتي تغسلي ليه، فيه طويزة ديال الماء، فيه هاد الكليليس، وفيه هدا بصراحة معرفتش واش ليش كيصلح. المهم هو على شكل سطيل ولا سطيله ولا شي حاجه تقدري واقيلا كتحطي فيها البيبي، من بعد كتعمريه بالماء، من بعد الا بغيتي تخويه كتخوي بحال هكذا كتسدو كيتحل بهاد الدخان. هذا واقيلا خديتو بشي 100 درهم. وهادي هي اخر حاجه غنشارك معكم في هاد الفيديو. بالنسبه لي انا فانا ما خديتش حوايج بزاف، خديت 3 ديال البيجامات وخديت حوايج ديال التحت لي سوفيتمون، خديت كلشي قطن، خديت قشرات، خديت زيوفه ديال الراس. مازال ما كملتش لاطروس ديالي، شنو غادي ندي شنو غناخد، باقي خاصني شي حاجه هنايا، شي حاجه في لي برودوي ديال البيبي، باقي خاصني الرضاعه، باقي خاصني قماط، باقي خاصني شحال من حاجه. ان شاء الله نهار نكمل لاغادي نجمعها نعاود نبارطاجي معكم. كنشكركم بزاف حيت تبعتوني حتى الاخر. الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو ديالي، وكنشكركم بزاف. تلاقاو في فيديو اخر.